السلام عليكم ورحمة الله ومساء الخير ويومكم طيب وعرض جديد. ربي يبارك. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن لا قوة إلا بالله. الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. تويوتا كامري تي ار دي 2023 سيارة حقائق. ربي يبارك. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لون وجمال ونظافة ومشي. طبعا لون ما بين الأزرق والرمادي، ما بين كل مرة يعطي بلون على حسب الإمكان الضوء اللي هي فيه. مرات يعطيك على الهافانا، مرات يعطيك على الأسود في الليل. سيارة بسم الله ما شاء الله، ختمة التي آر دي في كل قطعة في السيارة، ماشية 16,000 ميل. الله يبارك. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. داخلية أسود في الأحمر، طعمة بالأحمر بالكامل. أي حاجة في السيارة فها ختمة التي آر دي. محرك 35، محرك جديد. الله يبارك ما شاء الله. طبعا ما زال جمرك برسالة مفتوحة معروضة داخل معرض أحمد بن عمار وبسعر 195,000 دينار ليبي. شوف الديسكو ربي يبارك، إطاراتها تبارك الرحمن، كل شيء في مكانه لا قوة إلا بالله. السيارة نغمة مرميطة متاع التي آر دي ولا غلطة. سيارة بسم الله ما شاء الله. شباب اللي يدور في حاجة متاع كسبة ويدور في حاجة متاع طريق، سيارة ربي يبارك. طبعا موديلها في الباب 23 راه، مش 19 وال20 وال21. ما شاء الله. لون غريب جدا جدا. ربي يبارك. بسم الله ما شاء الله. ولا اي حاجة مأشرة في العداد باستثناء اطارات الهواء، بس تبي تعديل الهواء. ماشي 16,000 ميل بالضبط، وهذا رقم الهيكل للناس الناوية الشريه. طبعا سيارة امريكية موديلها في الباب زي ما قلت لكم شهر 4 على 2023. ضربتها من الامام كوفني ومسكارينا، فارباك طالع وردي لها ارباك، منظومة كاملة تخدم امورها تمام، يعني بيع وشراء ارباك اصلي وبالكشف وبالضمان. سيارة ولا غلطة ولا عيب بإذن الله، تشطيبها فوق الممتاز، قيادة في الجديد في السفار، محرك جديد طبعا، محرك 35 V6. ربي يبارك. سيارة ولا غلطة، كل شيء موضح بالفيديو. موجودة حاليا داخل المعرض ومعروضة بسعر 195,000 دينار، وحاجة بسيطة يلي ناوي الشراء وعجبات السيارة من السعر المذكور في الإعلان سهل. في زيها 2019 وفي زيها 2020 تلقاها معروضات ب 160 وب 170. بخصوص هذه تقريبا شبه أول عرض ينعرض في المنطقة الغربية، في زيها لكن ما نعرضوش، هذا أول عرض له. وعرض جديد ربي يبارك. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هونداي لانترا أو الهونداي أفانتي، لأن كورية جي أفانتي وسيارة الوكيل جي هونداي لانترا نفس البادي. سيارة بسم الله ما شاء الله ربي بارك، موديل 2023، لون أبيض بجميع المزايا باستثناء البانوراما. للدمامي للدخل في 2 مفاتيح بصمة، كاميرا، شاشة، حساسات، وهذا جوها في الليل. سيارة بسم الله ما شاء الله ربي بارك، لون جميل جدا. ديسكو ماشية 26,000 كيلومتر. السيارة جاية من كوريا، استيراد كوريا، ومسجلة تسجيل حديث، مسجلة ليبيا. حالتها بسم الله ما شاء الله بحالة الدار، قاعدة السيارة، صالون على البيج، داخلية نظيفة، وهيكل نفس الشيء، خالية من أبسط العيوب بإذن الله. معروضة داخل معرض وبسعر 72,000 دينار ليبي. حاجة بسيطة يلي ناوي الشراء وعجبات السيارة من السعر مذكور في الإعلان سهل. سيارة منظمة، سيارة نظيفة، سيارة تستاهل، موديل حديث ولون جميل جدا، من أجمل ألوان السيارات اللون الأبيض سيد الألوان. الله يبارك. بسم الله ما شاء الله، كل شيء موضح بالفيديو. كمالياتها زي ما قدامكم، ماشية في العداد 26,000 كيلومتر. تدفئة وتبريد كل شيء فيها السيارة بسم الله ما شاء الله. الله يبارك. 2 مفاتيح معها بصمة، تحديد مسار، إطارات جديدة، للدمامي للدخل في طبعا اللد في الكاميرا، في الرمشة هذه هيك في أي سيارة يعني مش فيها هي بس، والمحرك العادي نفس مواصفات الدار. السيارة
2023. سعر بيعها مرة تانية 72,000 دينار ليبي، وحاجة بسيطة من اللي ناوي من السعر المذكور في الإعلان وناوي يشتريها وعجبات السيارة حنتفاوضوا معها بإذن الله. معروضة بسعر 72,000 داخل معرض أحمد بن عمار الماية الطريق الساحلي. موجود داخل المعرض هونداي لانترا 2020، سيارة بسم الله ما شاء الله، اللون الرمادي أو الرصاصي غامق، درجات الرصاصي غامق جدا. سيارة بسم الله ما شاء الله ربي يبارك زي ما موضح بالفيديو، ومعروضة داخل المعرض بسعر 41,000 دينار ليبي. وحاجة بسيطة اللي ناوي يشتريها وعجبات السيارة سهل، سيارة نظيفة ممتازة جدا جدا، كمالياتها نص فل زي ما موضح قدامكم بالفيديو، ماشية 140,000 بالكيلو أو 141. تو نرجع جهة العداد ونشوفه مع بعض. حاضر. كماليات نص فل، مفتاح كود وديسكو. سيارة بسم الله ما شاء الله هيكلها نظيف وداخليتها نظيفة، إطاراتها نظيفة للدمامي، ضربتها بسيطة جدا من الأمام، كوفني وبروانتي بدون إرباك، مفيش إرباك طالع، مفيش ولا أي حاجة مأشرة في العداد، شاشة وكاميرا تدفية في المقاعد، ماشي 147 عفوا، طبعا ماشيها بالكيلو يعني أقل من 90,000 ميل. هذا رقم هيكلها، تطلع برقم الهيكل السيارة، ضربتها من الأمام كوفني وبروانتي، تقدر تخش عليها، شنطة نظيفة، الحوض نظيف، سيارة بسم الله ما شاء الله ربي يبارك، درجة أولى، تشطيبها ممتاز وهيكلها نظيف ولونها جميل جدا جدا. محرك العشرين العادي موجودة داخل المعرض، ومرة تانية بسعر 41,000 دينار ليبي. أوقات العمل والاتصال من الساعة 10 الصبح لعند أذان صلاة المغرب. يومكم طيب. ماشيها بالكيلو، سيارة اللون رمادي 2021، مفتاح كود وتدفية في المقاعد، وبسعر 57,000 دينار ليبي. زواق بروانتي خلفي بس، شنطة مغيرة نفس اللون، ديسكو مكحل، الشنطة هذه مغيرة نفس اللون، والبروانتي مزوق. بتنعطيكم رقم هيكلها، والسيارة تطلع ومشية فوق الممتاز. طبعا سيارة ماشية بالكيلو 29,000 كيلومتر، وبرقم الهيكل بإذن الله تطلع. وهذا زي ما موضح قدامكم، طبعا مفتاح كود السيارة، وهذا رقم هيكلها وموديلها في الورق 2021 شهر 11 2020. مرة ثانية السعر 57,000 دينار. كيف واصلة جمركم برسالة مفتوحة. في عندنا عرض جديد بالإضافة لأربع عروض حاليا غيرها منزلهم على الصفحة، طبعا لون أبيض ما عرضتهاش قبل بكامل التفاصيل. السعر، سعر السيارة 130,000 دينار ليبي، كماليات زي ما موضح بالفيديو، سيارة 2016، محرك 57، مارشالوتا، باب كبير، دفع رباعي، لون أبيض. الكماليات زي ما موضح بالفيديو بإذن الله، السار فايف يعني كماليات السار فايف متاع السيارة، ماشي في العداد 109، مازال جمرك وبرسالة مفتوحة. كيف خاشة السيارة جاية 108 تو 109، سيارة كيف طالعة من سيرفس، زيوت وفلاتر، ديسكو باطني، سيارة بسم الله ما شاء الله ربي بارك، بإذن الله خالية من أبسط العيوب، صندوق نظيف، شاصية نظيفة كذلك، هيكلها نظيف زي ما موضح قدامكم بعون الله، ما فيش أي عيب. وسعر بيعها مرة ثانية 130,000 دينار، واللي يبي ب 125 عندنا، طبعا الإطارات جاية بهم من برا، إطارات سارية ربي يبارك، راهو تحت غير في المية مش واضحات، سارية بالكامل نفسها بالضبط، ماشية 109، فيها إرباك طالع، ورقم هيكلها تنعطيهولكم للناس اللي ناوية شريت بتشوف الضربة وتشوف الإرباك اللي طالع بالضبط شني، هذا رقم الهيكل. سيارة ربي يبارك بسم الله ما شاء الله، قيادة، محرك، كامبيو، كربون، بالكشف وبالضمان، محرك 57 ودفع رباعي، وزي ما قلت لكم سعر بيعها مرة تانية 130,000 دينار، والشراي بإذن الله ما نقصروش معاه، واللي ب 125 في عندنا في المعرض، وفي واحدة تانية ب 130، وفي حتى 2021 بسعر 165,000 دينار. معرض أحمد بن عمار، يومكم طيب، السلام عليكم.